السؤال الثاني اللي معانا النهارده، هل كثرة الابتلاء ذنب أم رضا من الله؟ وهل الإنسان لازم يظلم نفسه عشان يرضي صلة الرحم؟ ينبغي على المؤمن أنه في بناء المعرفي الإسلامي يعرف ويتعلم ويعلم أن الابتلاء قدر من أقدار الله تعالى، وأنه يستحضر أمام عينيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها، يعني بتضرب المثل، يضرب المثل النبي صلى الله عليه وسلم، أقل أذى يأتي للإنسان المؤمن، ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها، شو بقى من أقل حاجة لأعظم حاجة يبتلى بها المؤمن، إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. يبقى وإحنا في الرحلة دي بتصبنا أقدار كثير، والمؤمن صابر يتلقى الأقدار برضا، لأنه يعلم أنه يتعامل مع حكيم رحيم، فهو بيتلقى الأقدار وبيصبر على ما قضى الله وقدر، ويعلم أنه مثاب على صبره، فما من شوكة فما فوقها إلا إن ربنا سبحانه وتعالى بيرفع بيها وبيحط عنه السيئات. فإذا وضع ذلك أمام عينيه هدأ. كما إنه ينبغي للإنسان المؤمن ألا ييأس أبدا من رحمة ربه، أو إنه يضجر من الدعاء، أو إنه يعني يقول إيه ده كل الوقت ده أنا في البلاء ده، ما تستطولش زمن البلاء. وليعلم إنه من أمارات محبة الله للعبد إنه يمتحنك فتكون صابر وراضي حتى وإنت متألم، لأنه الألم ده مغفرة ورفع درجات، وإنت واخد بالصبر الجميل. معنى الحديث الوارد في السؤال إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد بالعبد خير اختبر وامتحن بأي نوع من أنواع الابتلاء. وزي ما أخرج لنا الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن سيدنا عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا، إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. يا سلام، يا الله، يدي امتحان، شوف هو في ظاهره امتحان، ولكن هو عايزك بقى تأنس بالله، تخرج من حيز الامتحان الصعب ومتاهات ان انا ده انا ممتحن، ده زمن البلاء طويل، ده بيحصل وما بيحصلش، وانا في ناس تانية ما اعرفش كذا، ويبدا الانسان يقول له ده انا بجتبيك. عايزك تخرج من المحن بالاتصال بالله الواحد الاحد، يسمع تضرعك، يسمع انك بتدعيه، واثق في رحمته، واثق في عطائه، واثق في فرج الله القريب. ده من علامات الحب للعبد. وفي رواية تانية أخرى أخرجها الإمام الترمذي في السنن، في سنن الإمام الترمذي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. يعني من علامات وأمارات محبة الله للعباد يمتحنك، فإنت تتلقى الامتحانات بصبر جميل وثقة وحسن ظن في الله الكريم. ده مهم، ودي من علامات الحب للعباد، وبنقدر يعني بنفرق ما بين ابتلاء الرضا وابتلاء الغضب من النقطة دي، بإن ابتلاء الرضا إن ربنا راضي لكن بيبتليك محبة مش غضب، بيبتليك رضا عنك مش غضب عليه. ابتلاء الرضا هو اللي بيقابل من العبد بالصبر الجميل على البلاء. ابتلاء الغضب إن يقابل من العبد بالجزع، ليه بيحصل فيا كده، ليه
وما فيش رضا بحكم الله تعالى، يبقى الإنسان هو بيبان له على طول إذا كان ده ابتلاء رضا أم ابتلاء غضب. ومن الفروق بينهم بين ابتلاء الرضا وابتلاء الغضب إن ابتلاء الغضب باب من العقوبة والمقابلة، أنت مش بتقابل الامتحان الشديد بالصبر والرضا، لا، بضجر ويأس. لكن الابتلاء بالرضا علامته إيه؟ وده أنت ابتلاء الغضب علامته عدم الصبر، وإنك بتشتكي تشكو إلى الخلق، صنع الخالق فيك. ابتلاء الرضا غير، ابتلاء الرضا ده ابتلاء محبة بيكون فيها تكفير، بيكون فيها تمحيص للخطيئات، علامته إن صاحبه المبتلى معاه صبر جميل من غير ما يشتكي ومن غير ما يجزع، وبيكون ده معاه رفع لدرجات العبد. وعلامة الابتلاء بالرضا، الابتلاء ده انه ده ابتلاء رضا، علامة الرضا فيه طمأنينة نفس المؤمن ورضاه بقضاء الله فيه والسكون لأمر الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة للجزء الأول في سؤال حضرتك. الجزء الثاني من السؤال الخاص بأنه أنا لازم أأذي نفسي عشان أصل رحمي، لا، لكن أبقى طبعا فاهم وبستدعي هذه المعاني الشرعية المهمة بأن صلة الأرحام من أعظم الأمور التي حث عليها الشرع الشريف، لكن من دون ضرر على الإنسان القاعدة الكبرى المقررة شرعا أنه لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يجوز للإنسان أن يؤذي نفسه أو أن يؤذي غيره، ممنوع، لا ضرر ولا ضرار. ممنوع الإنسان يعني لا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك لكي تصل رحمك، ما حدش قال لك كده، لكن الإنسان يعقل الأمور ويصل بالحكمة إلى أشياء كثيرة وشايف أنها بعيدة قوي عنه، لا، بالهدوء وأفكر، وربنا بيوفق العبد على قدر نيته. عشان كده دايما نقول ما ناخدش نوايا بقطيعة رحم مهما قابلتنا شدائد من الرحم من صلة الأرحام، ما خدش نية بالقطيع، وأسأل الله التوفيق، إياك نعبد إياك نستعين، اللهم أصلح ذات بيننا، ويدعو الإنسان بخير من خير الدنيا والآخرة، ويسأل الله المعونة والفتح، ويصل رحمه ولا ينوي القطيع. لكن يصل إزاي بقى؟ يفكر ويحسن التفكير إنه يصل الرحم بالقدر اللي بيتحقق به المطلوب الشرعي من صلة الأرحام، من غير ما يوقع نفسه في حرج أو مشقة، ومن غير نية قطيعة رحم. أنا لسه حفق، أيوة، ما إحنا دلوقتي في دنيا فيها امتحانات، فأنا عايزة أعدي من كل امتحان سالم غانم. شوف كده الواحد وقاعد في لجنة الامتحان عاوز يخلص، عايز يخلص في أمان وسلام، وإحنا كمان عايزين نخلص رحلتنا في الحياة الدنيا بأمان وسلام وتوفيق من الله العظيم.